ثابت تنصيبي ان المدير الجهوي للتجهيز والاسكان القصري فيما يخص اليوم جلسه على الرواق الاستراتيجي الطريق الوطنيه رقم 15 بما فيها التثنيه نتاع الطريق الوطنيه رقم 15 اللي ينطلق من بوشبكه الى حدود جابس على مستوى الطريق الوطنيه رقم 1 مرور القفصه طبعا بطول 200 جملي بطول 243 كيلومتر ما يعني القصرين هو 80 كيلومتر من بوشبكه الى حدودنا مع ولايه قفصه على مستوى واد الكبير بطول 80 كيلومتر. الكلفه الجمليه للمشروع 1425 مليار يعني 1425 مليون دينار. فيما يخص ولايه القصرين عندنا في التثنيه في الرواق هذايا ثلاث طرقات حزاميه تروا روت سنتير على مستوى بوشبكه على مستوى تلابت وفريانة وعلى مستوى مسجد بن عباس. بالنسبة لتلابت وفريانة دي ممتاز جدا باش تحل اشكال كبير على الضغط اللي موجود في وسط فريانة على جي بي 15 بتاع فريانة. وبالنسبة للمسجد بن عباس هذه للمستقبل الحقيقة ان شاء الله من المؤمل ان شاء الله انه الاعلان عن طلب العروض يصير في لا دوزيام سيمستر السودسية الثانية نتاع 2025. هذه الدراسة الأولية الموجزة لابيس لافون بروجي سامير اللي باش نقدموها اليوم في آخر العام تاع 2025 أو في أول العام تاع 2026 وهو مشروع ممول من طرف البعض نسيتها البنك افريكان ديفلوبمون البنك الافريقي للتنمية أكيد في عامين ونص ثلاث سنوات. اللي هو كان اللي احنا